جدة صبحنا على اليوم من عالم التغذية، فخلال موسم الأعياد المباركة اللي عم نعيش أجواءها تغيير كبير بيدخل على نظامنا الغذائي، وبين تنوع الوجبات وأسهم السعرات الحرارية بجسمنا لأقصاها بيكون النظام صحي أصبح خارج التغطية أو خارج تغطية اهتمامنا. على الأكل بتختلف دائما الظروف صحيح. سالي ممكن يتقيد الناس بحميات وممكن تكون نتائجها سلبية أو إيجابية. لنتعرف على أبرز هالحميات كيف ممكن نتعامل مع نظام غذائي صحي خلال فترة الأعياد، معنا بصباحنا غير صفاء الشيخ علي، أخصائية في مجال التغذية. يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. صباح الخير للجميع. تسلم يا رب. خلينا نبلش بالحميات الغذائية والطرق الخاطئة للحميات الغذائية، نحكي عن أبرزها. كثير منا هلأ لما بنقدم نحن على فترة الأعياد، من الوحيد أنه نحن ناخد شكل جسم حلو، ننزل كيلوغرامات من وزننا كرمال نحضر العيد، خلينا نقول بهيك أحلى طلة. لهيك كثير أشخاص ببلشوا يتبعوا حميات غذائية خاطئة بهدف إنقاص الوزن السريع. هون الجسم بيوقع بعدة مشاكل، وخصوصا أنه هاي الحميات عم تجي قاسية ولفترة زمنية قصيرة. هاي الحميات أغلبها بيعتمد على نوع معين من الأغذية، مثل الحميات يلي الشخص بيأكل فيها بس خلينا نقول حليب وتمر، لبن وتمر، تفاح، بطاطا. الحميات يلي بتكون عالية بالبروتين يلي هو بيأكل مثلا فطور بيض، غدا دجاج، عشاء تون، بيستبعد الفواكه لأنه فيها سكر. فهي الأنماط من الحميات كتير قاسية وكتير بتعمل أضرار بالجسم. هي طبعاً المشكلة الأساسية يمكن خلينا نقول أنه بيعملوا حمية غذائية قاسية جداً، وفجأة يعني مع موسم الأعياد هي الحمية بتنكسر، يعني في اختلاف بالنظام الغذائي بفترة كتير قصيرة. يمكن هي الخطأ الشائع بالحميات الغذائية اللي الناس ممكن تتبعها اليوم. صحيح، الخطأ لأنه هي بتكون أنه عاملة دايت مدة طويلة قبل العيد، وبتجي ليلة سهرة العيد فبتاكل هي من اللحومات المشوية، من المشروبات، من خلينا نقول المقبلات يلي هي كثير معجنات كثير فيها هي سعرات حرارية، وهي كانت حارمة حالها منها من قبل. فهون بيجي الخطأ الكبير، بالإضافة لأنه الحمية اللي كانت متبعتها من قبل هي حمية قاسية، هي حمية ما فيها فيتامين، ما فيها معادن، عم تحرم جسمها من عناصر كتير أساسية بهدف إنقاص الوزن السريع. فهون هي المشكلة، أنه نحن بدنا ننزل وزننا بمدة هي معنا سحر. صحيح. بمدة أطول. برأيك صفاء، قبل ما يجوا موسم الأعياد لازم يلي عامل دايت أو حمية غذائية أيا كانت أنه يحضر حاله شوي، يعني بلش يعني ستيب باي ستيب، لانه اذا دغري كان قاطع الاكل وبعدين رجع اكل فهيدا كثير مشكله كبيره على المعده، واحيانا عم تعمل مشاكل تؤدي للذهاب للمستشفى بايام العيد، واكيد كثير هذه الحالات منتشره. صحيح. خلينا نحكي كيف لازم الانسان او اللي عامل دايت يظبط موضوعه قبل ما يوصل للعيد وياكل بهدي الكميه. كثير سؤالك حلو. هي الفكره انه نحن بنعمل يعني ما عندنا حد وسط، ما عندنا توازن بالشيء اللي بنعمله. بنكون عاملين دايت قبل العيد، فجاه بيوم العيد بنبلش يعني كل شيء قدامنا بتكون لانه النفس مشتهيه، يعني الشخص عامل حرمان قبل العيد. مو بس هيك، العيله بتعمل 35 نوع طبق. تمام. يعني تماما. فما بالك لما بيكون شخص محروم من الاكل من قبل. لهيك نحن بدنا تكون الحميه متوازنه، يعني الحميه الغذائيه الصحيحه هي ابدا ما بتحرم الشخص ولا من اي شيء، بس كله بكميات وبنوعيات افضل. هون بتجي دور الغذاء، انه نحن قبل العيد ما نكون حارمين حالنا، ما نكون نحن مجوعين حالنا، لانه ماشي بدنا نجي بنهار العيد يصير في عندنا تلبكات. وهون اهميه التغذيه، نحن ما بدنا بالعيد ولا شخص يحسب الكالوري اللي عم ياخذها، لانه هو يوم عيد ونحن يعني بنفرح فيه كثير، بس الهدف انه نقضي ايام العيد بصحه جيده، نقضيها مثل ما تفضلتي وقلتي انه ما نروح على المستشفى. فما بدنا نحن ندخل باختلاجات، بدنا يكون غذائنا صحي نوعا ما كرمال نبقى بايام العيد بطاقتنا وبنشاطنا الفل. طيب صفاء، خلينا نحكي يمكن كيف فينا يعني نتبع نظام غذائي صحيح قبل موسم الاعياد ومع موسم الاعياد، يعني خلينا نقول
ضمن الهرم الغذائي بكميات معينه وما نقطع يعني فرد قطع مثلا عن البروتينات فجاه او عن اللحوم فجاه، قديش فينا نفصل وقديش فينا نقول انه النظام الغذائي صحيح، يعني ناكل واحد واثنين وثلاثه بكميات محدوده ضمن النهار وبنفس الوقت ما نحرم نفسنا؟ صحيح، اللي بقوله انا دائما انه النظام الغذائي هو مو واحد اثنين ثلاثه او كميه من هي كميه من هي كميه من هي، لا هو نمط حياه لايف ستايل، يعني الشخص هو مو يمسك ورقه وقلم ويقول انا اليوم شو اكلتي بكره شو اكلتي، لا هيك بصير في صعوبه شوي بالتطبيق، يعني نحن ما بدنا كمان الشخص يعمل حميه مده شهر وبعدين يمل منها. بدنا يتعلم هو كيف يعرف ياكل صح. فالفطورنا نحن ما لازم نستغني عنه ابدا، الفطور شيء كثير اساسي بمد الجسم بالطاقه قبل الاعياد واثناء الاعياد، يعني بتلاقي الشخص بالعيد لما بفيق الصبح وبياخذ فطور بشبعه بيأمن له كل احتياجاته مثل خلينا نقول الخبز الاسمر التوست الاسمر او حتى الخبز الابيض، لانه في ناس عندها مشاكل بالكولون ما كثير بتحب انه تاخذ الخبز الاسمر مع منتجات البان مع حليب مع زيت وزعتر نحط بقلبه شويه خضره، في كثير تفاصيل اللي هو فطورنا المعتاد هلا المكدوس مثلا الفطور النظامي المهم نحن ما نتجاوزه. نحاول اذا بدنا ناخذ سناكات ما تكون هي كثير حلويات، او اذا بدنا ناخذ حلويات نكتفي بقطعه واحده، ما شرط نذوق جميع الانواع بقعده واحده يعني. صحيح. ما نتجاوز الغداء، نحاول نقلل الدسم الموجوده بوجبه الغداء كرمال ما نحس بالتخمه ونتغلب ويصير في عندنا المشاكل الهضميه اللي نحن بدنا نتجنبها خصوصا بايام العيد. نعم، يعني صفاء خلينا نحكي عن التخبيص بالاكل، مو التنوع، التنوع بيفرق كثير، بصير الواحد بياكل حلو ومالح وحامض، هدول الشغلات يعني بالعيد تماما نور، يعني بياكل كل شيء مع بعض وما بيتردد بالعيد انه ورا بعض، حتى خلينا نحكي باختصار شديد عن شرب المي اثناء الطعام. تمام، شرب المي اثناء الطعام دراسات بتقول انه هو مضر، دراسات بتقول انه هو صحيح، فبيشوف وقت الشخص حاله انه انا بتضايق من شرب المي اثناء الاكل ولا لا، دراسات بتقول انه هو بمدد العصاره الهاضمه فبيعمل عسر بالهضم، دراسات ثانيه بتقول انه هو لا بيساعد على ملء حجم المعده فبيخفف من كميه الطعام يلي عم نتناوله اثناء الوجبه. التخبيص نحن بدنا نحاول انه نوزع الوجبات بطريقه صحيحه، ما نحاول ندمج كل الاكلات والطعمات مع بعض، نقسمهم على النهار، نحاول انه نحن نطلع من بيتنا شبعانين انه اخذين الوجبه كامله بالبيت بحيث لما نطلع العين ما رح تشتهي اذا انت شبعانه. صحيح. تمام، وخصوصا هلا المشروبات الغازيه المشروبات الكحوليه، الشخص يلي هو عامل دايت بيكون غافل عن كميه السعرات الحراريه الموجوده فيها فهي عاليه بالسكريات، لهيك بدنا ننتبه لها. طيب فينا نقول بس ضمن النظام الغذائي الصحيح يمكن كمان في تكلفه ماديه كبيره، في كثير من الناس يمكن بعض الاكلات ما فيها تشتريها، كيف فينا نقول انه هذا النظام الغذائي صح ضمن الامكانيات الموجوده؟ يعني في عندنا غلاء من الاسعار وفي كثير من الناس يمكن عم تتابعنا عم تقول انه انا غير قادره انه ضمن نظام الغذائي يكون عندي هذا اللحم بشكل مستمر او نوع من اللحوم ان كان سمك، فكيف فينا نعطي بديل يمكن فينا نقول؟ كثير سؤال مهم، واغلب الناس اللي نحن عم نقابلهم بالعيادات يلي عم يلجؤوا انه نحن بدنا ننزل من وزننا بس ما عندنا القدره الماديه انه والله دائما يكون عندنا جبنه بالبيت، دائما يكون عندنا لحوم. فهون نحن بنجي لشيء اسمه بدائل، يعني انا لما رح احكي عنها بمختصر انه لما انا بدي اخذ شيء فيه لحمه فانا هون بقدر اني اخذ بقوليات، بقدر اني اخذ برغل مع فول، حمص مع رز، نحن هون وقتها بنكون اخذنا البروتين العالي القيمه الحيويه يلي هو موجود باللحومات، اخذناه من المصادر النباتيه من خلال دمجهم مع بعض. بالنسبه للاجبان والالبان هي مانا ضروريه بشكل دائم، بس نحن بدنا نستوفي حاجتنا منها كرمال نعطي جسمنا الكالسيوم والفيتامين الموجوده فيه، بس على الفطور نحن بنقدر انه ناخذ مرتين ثلاثه بالاسبوع اجبان والبان، نستبدلها بالزعتر بالمكدوس بالزيتون سلطة زيتون، هاي التفاصيل نقدر انه نحن نعملها بالبيت بكلفة مقبولة، وعن جد الشخص اوقات بيدفع زياده بالحميه الغذائيه بس اوقات بيوفر كثير على حاله لبعدين ادويه ومعاينات ومشاكل يعني بتجي نابعه عن النظام الغذائي الغير صحي. صفاء الشيخ علي اخصائيه في مجال التغذيه، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. اكيد نتشكرك، نتشكر النصائح اللي قدمتيها، واهلا وسهلا فيك وكل عام وانتم بخير. وانتم بالف خير يا رب. شكرا كثير لك.